are they gangster? Gangster. In my place. Every day now, 30 rounds. Every day I'm hustling. I see them a grind on me, not comfy talk. Every day I'm hustling. Cause I'm a hustler. مرحبا، السلام عليكم. اليوم جينا في فيديو تحدي يوم تحدي يوم حلقة بجد. الروح الرابع شغل مريحنا يعني خمس الوقت، بس القصة فيها خطورة نهائية. هنكسر أنا وأخوي محمد. قلت لكم ننكسر بعض أنا ورامي. هلا أنا بعرف بس نظامي 100% نظامي 100%. بس أنا بعرف إنه أخوي محمد بيكسرني، يعني بشكل عام دائما كان يكسرني، وصلى كمان راح أول شيء. بس بيني وبينكم في خوف لاني حداني المرحله الاخيره راح تكون مش عارف. حديت انا قلت حدينا بعضنا كسر المدرب، بس هو قال لي انه كسرني اللي بالقبل بعدين بعدين راح المدرب، وقال لي ما خجل كسر المدرب. بس انا ضمنان حوالي فضل الله يا جماعه المدرب. هلا اصبك اصبك ونجرب بعد الفاصل بنورجيكم. يا خلينا هلا نبلش انا وياك نداء كل القناة فيس. هل قلنا شلون كان؟ لا كل المنافس هل المنافس يا جماعة اكتبوا دايوس، اكتبوا مين دير لحنا الأول، اكتبوا بالكومنتات مين دير. واحد أول ما تشوف الفيديو أخوه شوف اكتبوا خليه لا شوف أوراق ولا لا أوراق كتب عليه. استنى بين ما يجي الله عشان ندرب. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا اثنين ثلاثة كان صعب شوي. يعني الاستوديو كان اول مره بس سكس. المهم يا جماعه صار بيني وبينكم انا كان عندي كيس كان هو كيس. الله شوفوا المدرب بيقول له معي حق. خلينا نروح على المدرب. يا جماعة شفتوا اللعبة؟ والله العظيم أنا محل أخوي بنزل بس نحكي لها خلي يجرب. قول أنا الحكم. والله الله بدي أحكي ولا كلمة ولا كلمة. بسم الله أنا الحكم. ما شاء الله يا جماعة. قلتي خلاص اتخيلوا اياها وخلص. يا وحش يا جماعة كسروا من عم السؤال. خلينا نروح نصير فاصل للأقوم ونرجع. والله مثل ما شفتوا بعد ما رحت أنا كان في رهم بيني وبين رامي. والله ندرب حتى ما نجور على بعضنا. الأقوم الأقوم رح تينا يا ندرب. بسم الله. شو بدي رامي؟ هاي كنت جزاز كثير. من رامي الجزائر اللي بدي. رامي دكان أنت بزنس. أبد دكان أنت بزنس. أنا هي الحلال يا جماعة حاسس إنه أخوي والمدرب متفقين مع بعض عشان نضل المحل. أنا حاسه من الأول عرفتوا شو؟ هات نص ساعة. معي هلا. جسد يطلع الكاميرا؟ كله يطلع الكاميرا. تمام يا جماعة بنروح على جسد يقول. بلش بحكي وقت تحت. إي والله. We'll be right back.
ما هو عندي غير الشوفي التحت يا جماعة هي نسخة الأصولة شفتوا مشكلة مضطرة يلا ليش مشان هيك؟ المهم يا جماعة هيك هو خلص الفيديو ما بعرف أعطيكم التحدي بس هو كان التحدي اللي كنا جايين على النادي وفجأة خطر في بالنا وهيك بين الشباب تمام ان شاء الله يكون عجبكم اذا عجبكم اتركونا تعليقكم تحت اذا بدكم نساوي من هيك شيء تحديات اذا حتى انتم بدكم تحدي يعني حتى لو نجيب ناس يعني بالضبط شو كان التحدي يكون لو كان خطير معنا سجلونا نسوي تحدي جاهزين سلام.